جيلين فا احنا في وقلنا زعما الحمد لله كانت هذيك الحمله اللي دارت حمله تطهيريه اللي كانت نقات صراحه لي باركينغ وكانوا في حتى المحطه الطرقيه الاسواق يعني كاع دوك تا مالين كما كنقولوا الجيلي الصفر داك الشيء كامل يعني الناس كانت نقات الحمد لله نقات تنقات من هذا الباب هذا يعني وكان عمل كبير هذا فضل من عند الله تعالى وتبارك والفرقه الجهويه والوطنيه والامن الوطني وي ولا بي جي ديال مكناس ولا يرجي ما عندي ما نقول ولا يرجي المهم كان عمل مشترك وكنشكروه في الرئاسه جلاله الملك وكنشكروا الحموشي اللي كيعطي التعليمات ان هذا الشيء راه قوت الشكايات وقوت المراسلات وقوت سميتو ولكن الحاج حتى المواطن اللي كيتعرض لهذا الاسلوب هذا ديال الزطاطه ولا كيتعرض للابتزاز البعض ماشي ما كيمشيش اللي يدير الشكايات كاين اللي كيخاف كاين اللي كاين وكاين وكاين خليك معايا الحاج حنا غنبقى معك على المباشر الان اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي دائما هو على المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه خطير هذا الشيء اللي كنسمعوه ناقل بالمحطه الطرقيه يدعي تعرضه لاعتداء من كورتي اللي كيطلب ليه اتاوات على كل بلاصه هاد السيد كيقول لك هاد السطاطه كثروا اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما سمعتونا قبل ما نبداو هذا البث المباشر كنناقشوا هذه المساله ديال الابتزاز اللي ولاو كيتعرضوا ليه يعني وهذه الظاهره اللي تصدات لها المديريه العامه للامن الوطني وكذلك المديريه الاداره العامه للامن الوطني ومديريه مراقبه التراب الوطني وكذلك الفرقه الجهويه على مستوى فاس وكذلك ولايه امن مكناس كان عمل كبير وعمل مشترك ما بين جميع الجهات المهنيه والمختصه واللي جاب الاكل ديالو صراحة أعطى الأكل ديالو خاصة أنه كناقلين الناس عاش بطمأنينة ولا المواطن كيدخل المحطة كيمشي يقطع في الكيشي أشنو وقع لكم عاوتاني الحاج؟ وقع ما وقع من هادشي اللي وقع لا يعد ولا يحصى إنه حنا كما قلت أنت في اللايف إنه كنا حنا مطمئن ماشي حنا صافي الامور غادا بسلام قانون هي قانون المرفق العمومي حنا ماشي ضد هاد الناس اللي ما كاين حنا كاينين الناس عندهم وليداتهم عندهم هادو عندهم المسائل ديالهم اللي خدموا فيما يرضي الله كما حتى حنا اسمعني حتى حنا باش كبرنا راه كبرنا بوك الكيران بديك البركه اللي كيعطونا ديك ولكن ماشي نجنبز على الانسان اذا انا في عمري دابا 62 عام وعندي 47 عام ديال العمل ديال ديك المحطه 47 سنه يعني بديتي صغير 1976 مور المسيره 1976 ويجي واحد عاد خلق البارح يتبزني انا يجي واحد عاد البارح يبقى كيتهز عليا الكارونت ديال مكناس ما عمرو فاتو الكارونت ديال مكناس وما الحمد لله راه المغرب كامل مساريه من القرقارات وزيد ومن بعد هادشي انا مواطن وين ما كنت صالح في ديك المحطه ولا ذاك راه كاين المخزن كاين القانون تنتهي عليك القانون كما عليه هو اي كما القانون على كل شيء حنا ماشي حنا كنديروا هادشي باش نخلقوا شنو وقع لكم الحاج؟ اللي وقع لنا ما وقع كما قلت لك ما وقع هذا السيد هذا بانه الولد ديالي داي واحد 8 ديال البلايص اللي بيرو باش يقطعوا غادي للسلا ما خلاهمش يدخلوا المحطه 8 ديال البلايص 8 ديال البلايص جايين للمحطه غادي للمحطه الابن ديالك غادي بهم حتى كيضربوا انا ما كنتش ابن ديالك هو اللي مقابل الكار ديالك اي مقابل انا كيعمر في الكار ديالك انا كما قلت لك انا مريض بالسكر هذه جهه ورجلي مفروعه بالسكر ما كنقدرش نوقف اذا وليداتك كيعاونوا صافي الدري كيعاون والحمد لله اللي خالق لهم فرص الشغل بعدا هذا فضل من عند الله هذا افضل ولو داكشي ولكن حنايا حنا راضي مقسمين الله تعالى انسان كيتعاون اسمع باش يجي واحد يطاول عليك انا كما قلت لك يجي يطاول عليك يلاه في عمره ما نعرف شحال في العمر ديالو ويجي يطاول عليك لا واخا 8 البلايص الولد غادي بهم دخلهم للكيشي يقطعوا من الشباك وخرجهم لا ما تقطعوش من الشباك لا ما تقطعوش يجي وراه الكار في الشارع راه في الشارع حيدهم ليه داهم اذا دار ليه 8 البلايص داهم مشاهم وحتى الولد ديالي راه كما قلت راه قال لك دار به هو انا درت المحضر ديالي نهار الجمعه درت المحضر ديالي الله يجزيهم بخير السلطار درت المحضر ديالي درت المسائل سور ديالي بلاس. سور بلاس تصنتوا ليا قلت لهم هذا ما كاينه حتى كنتفاجئوا بانه السيد مشى ضرب راسه ولا ما ضربوا شي واحد ولا ما نعرف المهم حنا راه قبل من يكون راه كان حميده راه كاينين الشهود
كنهضروا كنتبادلوا الكلام كنتبادلوا الكلام. منير بابا قال لك محطه سيدي سعيد كلها اتاوات كيتعرضوا لك في الباب. فهمتيني؟ حنا 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 حنايا فعلا فعلا هادشي راه كاين، هادشي اللي قال هادشي راه كاين، ولكن حنايا اشنو هي باش غادي نقصوا هذه المساله؟ كما الناس خص كلشي يتحد، لا المهني ولا الاداري ولا كذلك الجهات المعنيه والمختصه، ونديروا عمل مشترك اللي هو معقول لمصلحه المواطن، لمصلحه المواطن ومصلحتك انت كمستثمر، انهم اللي غتشري كار ب 200 مليون 300 مليون. حتى حنا كمستثمر او كم او قابل شركات او المهم خدام بالوثائق ديال بالمسيحيه قانوني، اذا راك حتى انت نفس المشكل. نعم. ولكن ملي كيجي واحد لا علاقه له لا بالمهنه ولا بهذيك، وما عندوش شي حاجه ما عندوش شي حاجه اللي كدلي يدلي بها لاشميزو، اذا اش كيدير تما؟ اذا من هذاك يدخل في وسط الناس ويعيش، يعيش ماشي بالزطاطا، ماشي بالاتوه، ماشي لا تعطيني القد والقد، ماشي تعطيني القد والقد، ماشي تدي في البلاصه 400 درهم، ماشي تدي فهذي، اذا انت اش كدير؟ واخا هذا الشيء اللي كتقول الحاج واش كتعرض ليه انت؟ ولا كل شيء الاغلبيه الناس ولا سيما الناس اللي ما قاطنينش هنا، علاش هاد الناس ما كيشكوش؟ هذا هو السؤال، هذا السؤال الجوهري، علاش ما كيشكيوش؟ الناس ما بقاش عندهم قيمه وما عندهمش الغيره على القطاع. انا كنقول لك بكل صراحه، انا راه اسمعني، انا كنقول لك 1976 رانا ماشي الا جاني شي واحد غنتقطع معاه تمايا فيما يرضي الله. إذن أنا غير سمح لي الحاج، أنه أنت كناقل ولا كمسير ديال شركة ولا صاحب شركة تابعك ضريبة، تابعك الكاربيرون، تابعك الخلاص ديالك في المحطة، بعد راه كتخلص الرسوم في المحطة، تابعك الخدام. اسمع لي أنا على الروزيست كومير كنخلص 24000 ريال في العام وما خدامش، وها هو نجبدوا لك دابا النت 24000 ريال في العام كيخلصها هو الروزيست كومير ديالو وما خدامش. نعم نعم. واش هو كيخلص هاد واخا مشى ضرب راسو، قال دار شكايه على اساس انت ولا شكون ضرب ولدك اللي ضربو هذاك، وحتى كان تفاجئ دابا مع كاين انت عندك الشهود، عندك كاينين الشهود اللي حاضرين في ديك اللحظه، وحتى البوليس كاين الكاميرات كاين سميتو. الحمد لله راه كنشوف راه جوج مراكز ديال الامن اللي كاين في وسط المحطه متواجد، راه وحتى شي كنعينوه بعينينا، وحتى الناس ديال النجده اللي جاو ذاك النهار طلعوني انا لصطافيت بوحدي وهما داوه للبوست، ما فيه لا دم لا ضرب لا حتى شي حاجه، حتى كنت تفاجئ هذاك اللي في نجده قال لك راه فيه الدم، اذا فيه الدم. باش انت منين ديتيه من حدايا؟ كيفاش قضيه هذاك اللي قلت لي انه احد الاشخاص احد الناقلين هبط جاب عون قضائي هبطت ليه 14 بلاصه الكار عنده محضر في هذا الشيء مسجل، عنده محضر مسجل في الكوميساريه في الدائره الاولى، وعنده المحضر ديال سميتو ديال العون القضائي، وعنده الوثائق الوراق ديالو، وعنده لافي ديالو بانه باش هبطت له 35 بلاصه 35 بلاصه اللي هبطت، انه هو كان دالو 14 بلاصه حيدو من باب بيرو. اذا انا شوف انا كنلوم بكل صراحه، كنلوم الاداره وكنلوم النقاله اللي خصهم، انه كاينين الناس كاين النقاله مساكن ما كاينينش هنا ما كاينينش هنا، شركات وطنيه كيتعداو عليهم هاد الناس على رؤوس الاصابع محددين. انت شحال تعطي؟ عدد على رؤوس الاصابع الكار ما كيدخلش المحطه، كيمشي يرجع على برا، وحنا هادشي ما بغيناش، حنا ما بغيناش المحطه كتضيع، المداخيل ديال المحطه كتضيع. واش هذا هو المداخيل؟ هذا هو المشكل. وحتى العرض المقدم للمسافر ما كيبقاش، غيبقى واش اتجاهات محدودين، وكيكون الراجل غادي لا قادير ولا غادي لا سميتو كيركبوا، والفوضى في الشارع العام كيركبوا الرباط، غادي للدارويدا كيركبوا الكارت خبيسات، غادي لا سميتو كاين الفوضى عارمه، كاين شويه النص اسمعني، هادشي راه خص كلشي ينوض يتقعد، لا ناقلين ولا كلشي ينوض يتقعد. حنا بانه باش يجي واحد انا كنقول لك باقي في عمره ما عنده حتى هذاك، ويتعدى علينا عندي 62 عام زائد انا قبل منه في الحرفه وقبل من العالم باسره، بانه 1976 باقي ما خلق، هو 1976 باقي ما خلق، اللي كانوا الكرام في لا عوده، وهذا ما كيمنعش في يجي الله يسهل على كل واحد، كيمنعش انا بالمعقول يجي يخدم. مرحبا في اطار القانون. نعم نعاونوه، ولا كنا حتى حنا كنخالفوا حتى حنا ناكلوا العصا بيان سور، ماكاينش المشكل بيان سور، وكون كنا كنخالفوا القانون راه حنا حتى حنا كون راه حنا من الشجاع، كلشي كيشوف الحمد لله، كنا من الشجناء من ولكن الحمد لله ما عندنا 62 ما عندنا حتى تقديم ولا جوج،
ما في كاين لا ضرب لا هديلي. هذا كان الله يعفو على امه سيدنا محمد كاملين. هذا فين وصلت؟ فين وصلت القضيه؟ انا عاد عيطوا للدائره العشره، انا عاد غادي عندهم. غادي تديروا المحاضر ديالكم ثاني؟ انا داير المحضر ديالي. دابا كيعيطوا لي قال لك جيب معك الولد ديالك واجي باش عاد نستشروا. فهمنا؟ ولكن حنايا ماشي حنا هذا القضاء. أنا خصني نمتثل. بيان سور. خصني الولد ديالي يمتثل. بيان سور. لا راه هنا فين أنا لا سولت قبيله، هنا فين كاين المشكل. أنت ملي كتقول أنا كنتعرض لاعتداءات وكنتعرض لابتزاز وكنتعرض لهذا الشيء وما كتمشيش دير شكاية وما كتمشيش تتابعها. لا أنا كندوي على عامة على أي واحد. أنا اللي كيقول غيكون راه الناس راه عارفين. حيت كاين الناس اللي كتروج لهذا الكلام. لا أنا سرقوني أنا ضربوني أخويا داروا لك شي حاجة سير ديكلاري وتباع. كاين علاش؟ كتخلي حتى الأمن كيتحرك وهو في إطار تا هو. نعم. اخر ما يكون هذه واحد الخمس ايام ولا ست ايام جا واحد الكريسون لا ذكر الاسم ديالو، جا عند الشرطي الشاف ديال المحطه اللي كان الشرطي اللي في المحطه، جا عنده قال له روح السيد قال لي اعطيني 100 درهم. اعطيني 100 درهم قال له اعطيني 100 درهم ما نعرف باش يعمر ولا الشرطي قال له واش دير المتابعه ديالك ولا غادي تصدعنا؟ الا غادي دير المتابعه ديالك بسم الله نمشيو نشدوه دابا. قال له يلاه يهنيه ومشى بحاله. الله يهنيه. وقال له جي عندي. وكيتزاد عليه في الثمن وتزاد عليه في البلاصه، اذا حتى المواطن كيساهم. نعم. طريقه او اخرى. النقاله ولا المواطن عامه؟ لا المواطن لا علاقه له مسكين بهذه المسائل. مغلوب على امر. اي كيكون غادي كيخصو يمشي بحاله. مزروب. باغا يوصل. باغا يوصل. ولكن بالله عليك الحاج ملي غنهزك من مكناس نهز مراه كبيره ولا مسن في السن ديالك وغادا للدار البيضاء واللوحه في الخميسات وغادا معول على ثلاثه السوايع تولي غادا في سته السوايع ماشي حشومه. الضامر الاخلاقي راه ما كاينش. مني وجبت اسمعني انا كنقول لك انه حنا هذه المهنه راه خصها تكون عندها الاخلاق. هذه المهنه خص بنادم يكون عنده كيعرف المهنه اش كي يعرف بانه راه كيركب ختو ومو وخالته ومرتو ومرتو. اذا فاش كتكون واحد المراه كبيره اللي هي كبيره السن وغادا مسكينه للدار البيضاء وركبها لهذاك وتمشي يدعي فيها واش كيقول لك المثل؟ اتقي دعوه المسافر. اذا هذا راه الرسول اللي قالها ماشي انا. شنو رسالتكم اليوم الحاج؟ الرساله ديالنا احنا كما هو معلوم الرساله ديالي من هنا كان من هذا المنبر من هذا اللايف الله يجزيهم بخير. انا السلطه المحليه ولا الامن ولا ذاك كاينين ما عندي ما نقول خدموا معنا وداروا اكثر من المجهود ديالهم ولكن انا اللي كنقول هو الرساله ديالي كنقول النقاله تكون عندهم واحد الغيره ماشي غيره تكون عندهم واحد الغيره ان على انا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اقتلوا من لا غيره له. اذا غير عندهم... على المجال على العمل على المهنه اي على المهنه باش تنقى حنا خصنا تكون عندنا الغيره ترجع لها الثقه ترجع الثقه الغيره تكون جميع الاطراف. نعم. اذا منكم نكون في المحطه راه خصني ندير واحد العمل اللي هو جبار خصني نساعدك انت نساعد الاخر نساعد هذه ماشي بالمقابل بالمهنه بالحرفه خصني انا تما كنتواجد ديك البلاصه باش نساعد الناس ودير رزقيت انايا وبحلاله طيبه. اسمعني حنا راه كنا كنصوروا 100 درهم ولا 120 درهم وكنمشيو بحالاتنا في الوقت ديالنا 100 درهم قسما بالله سير في الوقت ديالنا والناس راه بعض الناس راه شاهدين اللي هما مهنيين اللي كانوا هما الاغلبيه ديال الناس راه رسالتكم اليوم الرساله كما قلت الله يجزيك بخير السي منير الرساله ديالي راه واضحه رانا هضرت الرساله ديالي واضحه الله يجزيهم بخير كنقول الامن الله يجزيه بخير راه واقف وكنشكرو وكان ايدو وكان كنتمنوا العمل صراحه كنتمنوا ذاك العمل وحتى الدائره الاولى الله يجزيهم بخير كنصدعوهم ولكن واش حنا غادي هذه الدائره يبقاو خدامين معنا حنا؟ واش هذا الامن اللي في المحطه غادي يخدم معنا حنا؟ غادي يحضي الناس اللي كيسرقوا يحضي الناس اللي كيديروا يحضينا حنا يسهر على النظام العام هو كيسهر ولكن خصنا نعاونوهم حنا كمهنيين حنا نعاونوهم حنا نتعاونوا معاهم اطار تشاركي ماشي غادي نجي انا ونقول الامن ما كاينش علاش؟ واش انا ندير الرفوضه ونقول الامن ما كاينش؟ واش انا كندي ديال عباد الله ونقول الامن ما كاينش؟ واش انا سارق المراه ونقول الامن ما كاينش؟ زيد على 400 و1000 زيد على 400 ونقول الامن ما كاينش؟ كيفاش هذا الامن كاين كيتوجد واللي حصل كيدي الواجب ديالو
عدد من الناس الان حيدنا داك الصوت السيد الحاج، عدد من الناس من بينهم السي محمد المعدول قال لك نتضامن معكم، نرى يوميا سلوكات وكلام طايح وعرق على السير. احد الاخوان السي عبد الجبار اديم قال لك القانون كاين، قال لك كذلك الكلام ونرى زين وفي الصميم. السي عبد الجبار قال لك انا سرقوني في المحطه حتى هو واقع لي شي مشكل تما. فاليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما قلنا عمل كبير دار على مستوى المحطه الطرقيه لمكناس، وكذلك بعدد من عدد من شوارع المدينة واللي كانت من خلالها هذه الحملة اللي كانت اللي كسهرات عليها ولاية أمن مكناس بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وكذلك المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات المحلية وكذلك عدد من الأجهزة، وكان كذلك الناقلين بعض الناقلين اللي كانوا انخرطوا في هذه العملية واللي لقات استحسان كبير لا لدى المواطن، كذلك كان تغيير جذري على مستوى المحطة واللي تم تعيين إدارة جديدة اللي كترأسها جماعة مكناس من بعد ما تحيدات الشركة السابقة. إذا درت مجموعة من الإجراءات على مستوى هذه المحطة، اليوم ها هو كيخرج مشكل آخر مع ناقل جديد، والقضية كما كنسمعوا فيها اتهامات بالاعتداء وبالضرب وبالجرح، والآن راه رجال الأمن الوطني بالدائرة أو بالدائرة الأمنية العاشرة كما قال سيد الحاج فاتحين التحقيقات ديالهم وواخدين الأبحاث ديالهم في هذا الباب هذا، باش اللي كما كنقولوا اللي دار الذنب ياخذ العقوبه ديالو، وحق الرد مكفول للطرف الثاني من اجل الرد على الاتهامات الموجهه له والادعاءات اللي كنسمعنا الان. فالله يدير الخير مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، امننا وامن وطننا وامن مرافقنا وامن مؤسساتنا فهو مسؤوليتنا كاملين كمهنيين كمواطنين كمستهلكين كمؤسسات، لانه هذه بلادنا ودارنا الكبيره، كل واحد فينا خصو يساهم من المنطلق ديالو من المكان ديالو، ومن اللي غادي توقع ليا شي حاجه ما نبقاش غير نتشكى غير كنعاود الناس راه واقع راه واقع، كيولي واحد الاحساس غريب واحساس ما كاينش بعدا احساس كذاب كننقلوا لدوك الناس بحال راه زعما راه ما كاينش راه الناس راه ما خدامينش. لا، تعرضتي لاعتداء، اقرب مركز امن راه قدامك، سير غير دير البي في ديالك، سير دير غير الشكايه ديالك وسير بحالك وما تنازلش وما يكونش تنازلات، لانه التنازلات راها كما كنقولوا كتخسر الخدمه. راه ملي كنقولوا الامن كاين الامن كاين النيابه العامه وكاين القضاء وكل شيء وقف على هذه المساله وعطاو عقوبات لهاد الناس، ولكن في الاخير كيلقاو انه كاين مجموعه ديال التنازلات مجموعه ديال التدخلات، وهذا الشيء كما قلنا ما كيخليش العمليه تكمل على ما يرام. اشكركم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي، حق الرد مكفول للطرف الثاني، نحن راه الاشاره يتواصل مع قناه شوف تي في وغنجيو عنده كما سمعنا الشريف سمعوا لي حتى هو طبعا.